المجهود اللي أخدته عشان أصاحب البنت دي كان أكبر بكتير من الوقت اللي أخدته عشان عليك، بس أنا بجد فرحانة. أحلى حاجة في شغلتك إنك بتشوفي نجاحك قدام عينك كل يوم. ما بتعالجيش غير الصغيرين؟ بعالج الصغيرين بس طبعا بفهم في الكبار، بس الكبار بقى دماغهم ناشفة. تسألي ليه؟ متعالجيني من إيه؟ من الاكتئاب. يا حياتي انت تعالجي بلد. انا مش مبسوطه. حاولي تسافري يا هبه، لازم تغيري جو. هسافر في معرض في شرم الشيخ هشارك فيه. ما انا بقول لك تسافري تغيري جو، تقولي رايحه اشتغل. ما الولاد عندي هم اللي هيقفوا في المعرض وانا هتابع عادي. حلو. حلو جدا. كمان وماله؟ هعدي عليكي يا زينب 6 الصبح تكوني صايمه. يا زينب من 12 بالليل اوعي تاكلي حاجه 6 ساعات. يا حبيبتي ما تخافيش، انا اعرف الدكتور والعياده. الموضوع ده مش تمام، انا متاكده. انا هقول له اني واخداكي معايا مشوار تبع الشغل وهو مش هيقلق. المهم تخلي بالك من نفسك وتصومي يا زينب. خلاص تصبحي على خير. خلاص يا عماد خلاص. انا هتكلم معاه. الله، طب انت عايز نعمل ايه؟ لسه قدامنا وقت. انا عند اصحابي. لا ازعل على فكره، ازعل ازعل. ها هي هاي، ازيك؟ احنا على ميعادنا بكره. اوكي يلا اشوفك. تيك كير. اوكي هيا بوبا. ايوه يا حبيبتي يا سرسوره. تحبي مين فيهم اللي يبتدي يحكي الاول؟ بصراحه هما الاثنين فصلونا، كان الجو هادي وجميل. بس ملاحظه انتوا جايين مع بعض اصلا؟ لا احنا اتقابلنا بره اصلا. اوكي. يا محاسن الصدف. عموما موضوع البنت هديل شكله كده اكثر تشويقا. هيا دودة احكي لي. اتفضلي ارغي. انت يا بنت انت ازاي ما جيتيش في بالي؟ ده انت اللي كان المفروض اسالك عن الموضوع ده. موضوع ايه؟ اسكتي. مش بنت عم محمد غلطت مع صاحبها واتنيلت؟ يا حرام. وبعدين كمل ايه؟ والواد فين؟ ايه اللي فين؟ الواد سافر طفش. اوعي هديل تكوني عايزه تعملي العمليه. امال انت عايزاني اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ انت ازاي تفكري في حاجه زي كده اصلا؟ لو سمحتوا يا جماعه حد يرد على البنت دي قبل ما تشل. حد يرد عليها هتشل. يعني انت يا ساره عايزاها في موقف زي ده المفروض يعني تعمل ايه بالظبط؟ انت ازاي عايزه تعالجي مشكله بكارثه؟ المشكله في حد ذاتها بالنسبه لها وبالنسبه لاهلها مصيبه. وبطلي تقارني الناس بيكي، مش كلهم زيك. بالنسبه للراجل اللي هيتجوزها يا هديل، هتقول له ولا لا؟ لا. ما هي واخداها ليه؟ علشان تعمل لها العمليه، مش عشان ما حدش يعرف. انت بقى ازاي تشاركي في ان واحد يتظلم؟ ازاي تشاركي في ان واحد يضحك عليه بالشكل ده؟ علشان مجتمعك هو اللي جبرك انك تكذبي. بس انت يا هديل عملتي كده مع سيف. والحمد لله ان هو ما طفش زي اللي طفش منها. واديني متنيله متجوزه وعايشه في نكد وقرف، ويمكن ده بسبب ان انا اتجوزته عشان القرف اللي عملته معاه. على فكره بقى كلكم فاهمين شرف البنت غلط. عندكم خلط ما بين الادب والشرف. الاثنين واحد. لا مش واحد. يعني انا مثلا انتوا شايفيني مش محترمه؟ ايوه انا بهزر. بس بص يا سارة، البنت اللي بتتكلم عنها هديل مجتمع مختلف تماما عن مجتمعك، حياه تانية يا بنتي. والدكتور ده عرفتيه منين؟ انا معرفوش. كلمت سيف لقيته ما بيردش عليا، فقلت اكلم خالد اكيد هو يعرف حد. وفعلا خالد. ما شاء الله. اللي ما شاء الله في انت كمان. سلامتك. ايوه تمام. ردوا عليا وبعت لهم ميل وحجزت لك في الفندق وتذكره طياره كمان. رايح بس. يعني لا انا جبتها بالعافيه يا استاذه. طيب الطياره الساعه كام؟ 6 بالليل، والولاد هياخدوا البضاعه وهيطلعوا الصبح. اوكي ماشي. هلو.
كو يا بناديت، عاملين ايه؟ وحشني جدا يا جماعه، انا تعبت جدا النهارده. على فكره يا ساره، حمزه طلع عينيا بجد، بس اعمل ايه؟ قدري ونصيبي. بقول لكم انا بكره عندي اول بروفا، عشان خاطري ادعوا لي من قلبكم. ما معنى هذا؟ ايه يا عروسه؟ مالك فيها؟ انا؟ مفيش حاجه خالص. تمام. مفيش حاجه خالص. تمام. يا دودو. نعم، عايزه ايه مني؟ مالك؟ ماليش. طيب يا جماعه، انا مسافره بكره شرم الشيخ، حد عايز يجي معايا؟ اوكي، هعتبر ده رد. بذمتك دي مناظر ناس تاخديها معاكي عشان تغيري جو؟ دول يجيبوا الاكتئاب اكتر.